السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم سباخيتي. انا كندير هنا عندي هنا البصله، جوج بصلات هكذا، وعندي جوج خيزوات كبار قطعتهم، وعندي العطريه خرقوم وسكينجبير، معلقه صغيره بحال هكذا، خرقوم وسكينجبير والبزار والتحميره، وعندي شويه ديال القزبر، وعندي جلبانه كاز ديال الجلبانه، وعندي هنا مطيشه هكذا ديال الحك، وهذه ديال مطيشه ديال المصبره، وعندي سباخيتي صافي، وعندي الكفته ديالي راها كتقلى. صافي تقلات دابا. دابا غنطحن البصله وخيزو، غنزيدهم على الكفته يتقلاو عاود شويه، عاود غنزيد عليهم مطيشه والقزبر والجلبانه، في الاخر نزيدو العطريه. الخليط ديالي تطحن، دابا غنزيدو على الكفته. الكفته راني انا درت 200 غرام ديال الكفته، دابا غنخليو عاود يتقلى شويه، غنزيدو عاود مطيشه مطحونه. دابا غنزيدو عليها مطيشه مطحونه، ونشلو هاد الغراب شويه ديال الماء. غنزيدو القزبر، غنزيد الجلبانة، عاد في الأخر غنزيد العطرية. صافي غنخلطو كلشي، غنخليو شوية يطيب، عاد غنزيدو عليه شوية ديال الماء سخون، كاس وكاس كبير ديال الماء يكون سخون طايب. صافي العناصر ديالنا مسجمات، دابا غنخليوها يدير شويه تقله. دابا زدت الماء على الطنجره ديالي راه هي كطيب. دابا غنزيد شويه زيت الزيتون على الماء اللي غندير فيه سباخيتي، غير بحال معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغنجيب سباخيتي ديالي غنقطعو هكدا، كنقطعو هكدا في الوسط، ما كنديروش كامل، كنقطعو هكدا وكنديرو في الماء. غديرو سباخيتي على حساب الاشخاص اللي عندكم الدار، 4 او 5 او انا ولادي كيعجبوهم بزاف هاد سباخيتي، وخا بقات حتى الغدا كياكلوها، ما كنرميها وما كنرميوهاش، كتعجب نفسي. صافي دابا غنزيد عليها شويه د الملحه، راني كنت نسيت الملحه هنا في الطنجره، راني زدت الملحه نسيت ما قلتها لكمش. صافي حتى طبق تقديم ان شاء الله، ونوريكم كيفاش كتجي.